بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معانا ال50 قرش دي لسه جديدة، اللي هي ال50 عام على نصر اكتوبر 2023، لسه جديدة وجميلة جدا وعملة ممتازة ممتازة. العملة دي طبعا جمهورية مصر العربية، طبعا الوصف بتاع العملة جنود راكبين مركب يحملون العلم في منتصف المركب. فالعملة اللي هي النص جنيه دي طبعا فولاذ مطلي بالنحاس، الوزن بتاعها 6.5 جرام، القطر 23 ملي، السماكة 2.5 ملي. دي طبعا بمناسبة اللي هي نصر أكتوبر 50 عام، اليوبيل الذهبي. والسعر للعملة دي، طبعا العملة دي لا تساوي إلا قيمتها حاليا عشان ما حدش يتكلم كتير، وهي عملة طبعا جميلة لمناسبة جميلة، وأرجو الاحتفاظ يعني لو تحتفظ منها، لان ما تأثرش منها كتير يعني، فهتحتاجهم فيما بعد. العملات دي عين منها واحدة او اتنين كفاية، مش تعين لي بقى 10 ولا 20 والكلام ده كله. معلش يعني بلاش في العملات دي. الحالات دي طبعا بنعوزها في حالات الانصر، دايما بتبقى الانصر بيزود العملة 25%، ولو هي مش حالة انصر بيقل 50 واكتر. وطبعا حسب جودة العملة، حسب تاريخ العملة، وحسب السوق والطلب، وحسب اللي بيشتري وبيبيع والتفاوض بينهم، والسعر دايما بيقل أو يزيد 10 أو 20%. ده شيء وارد في عملات العالم كله. عملات العالم كله دايما تبقى ممكن تعرض بقى على السوق المفتوح، على بابا كان بكام، سواء أوليكس، أمازون، ممكن تنزل القاهرة سوق ديانا كل يوم سبت، ممكن الإسكندرية كل يوم أربع، ممكن في المنصورة وفي طلخة وفي الشيخ حسنين. لو أنت مش من الأماكن دي ممكن تكتب في جوجل اسم شركة فصل للشحن، لو واجه بحري، ولو واجه قبل اكتب شركة ربيض للشحن. في جروب فاكتوريا جميل جدا للعملات النادرة جدا والتذكارية والطوابع أيضا، وهو بيشتروا وناس بتشتري جميع عملات وكده. وفي جروبات للتقييم والبيع المباشر، ويقام على مزادات بالجيميل بتاعك وكل شيء. كل العالم وكلنا بناكل بنشرب بنلبس بنعمل كل حاجة، بنشتري قديم جديد من على المواقع ومن على النت. جرب، فرصتك بتزيد كتير جدا، حوالي 1000000%.